السلام عليكم. كل الطرق إلى الحل العسكري في اليمن تبدو مغلقة، هكذا تقول الوقائع على الأرض. فبعد قتال شرس على مدينة الحديدة تخلله قصف وعمليات هجومية من قبل القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، قابلها تحصينات شديدة من الحوثيين. بعد ذلك لجأ الفريقان المتحاربان إلى التهدئة. التحالف أعلن وقف عملياته في مدينة الحديدة، والحوثيون أوقفوا إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية والإماراتية. فهل اقتنع الطرفان أخيراً أن الحل سياسي؟ وهل سيعمل كل منهما بمقتضى هذه القناعة أم هي استراحة محارب؟ هل واجه التحالف ضغطاً من الخارج لوقف عملياته في الحديدة على خلفية قضية خاشقجي مثلاً؟ وإذا ما خضع التحالف العربي لضغط غربي، فمن ذا الذي يضغط على الحوثيين؟ على هذه المحاور مدار حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، التي تبحث تفاعلات المشهد اليمني وآخر تطوراته. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد. تجددت المعارك في اليمن رغم أجواء التفاؤل التي شوق لها بعض المسؤولين الغربيين والإقليميين، مستندين إلى إعلان ميليشيا الحوثي وقف هجماتها الصاروخية ضد الرياض وأبوظبي، مقابل ترحيب من قبل السعودية والإمارات اللتين أعلنتا وقف كل أشكال التصعيد العسكري في مدينة الحديدة اليمنية. تفاؤل عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالقول إن ثمة بريق أمل ناتج من تصاعد الضغوط الدولية على إيران التي بدت غير معنية بالانخراط أكثر في هذا النزاع، في مقابل رغبة سعودية في إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنين. تجدد المعارك في الحديدة لا شك بأنه يخلط الأوراق ويلقي مزيدا من العقبات في طريق المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الذي وصل إلى صنعاء في سياق جهوده لتهيئة الأوضاع من أجل إحياء مفاوضات السلام عبر المحادثات المزمع عقدها في السويد مطلع الشهر المقبل. غير أن أولويات غريفيث في صنعاء على الأرجح تغيرت، فبات على الرجل أولا إطفاء النار التي اشتعلت مجددا في الحديدة، وإلا امتدت لتحرق جهوده لاستئناف التفاوض في ستوكهولم لتلحق بسابقاتها الفاشلة في جنيف. من جانبها تسعى القوى الغربية لإنهاء الصراع في اليمن عبر مشروع قرار بريطاني أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة فورية في الحديدة، ويحدد مهلة أسبوعين للمتحاربين من أجل إيصال المساعدات إلى البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة. وأمام تقارير المنظمات الإنسانية التي تتحدث عن وفاة نحو 85,000 طفل تحت سن 5 جراء الجوع الشديد منذ بدء الحرب هناك في اليمن الذي يقف الآن على حافة مجاعة كبرى، فإن المجتمع الدولي يبقى أمام مسؤولية وقف الحرب وفتح الأبواب أمام حل سياسي يضمن لليمنيين استقرارا يسمح بتوجيه الجهود نحو حل للمشكلة الاقتصادية في البلاد. هذا الموضوع أبحثه مع ضيوفي في الاستوديو، صالح الجبري رئيس مركز يني يمن الإعلامي، وعبر سكايب من أمستردام خالد الآنسي القيادي في الثورة اليمنية، ومعنا أيضا عبر الهاتف من لندن محمد جميح عضو مؤتمر الحوار الوطني. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ بالاستوديو. سيد صالح، لماذا بعد كل هذه التكاليف المالية من قبل دول التحالف والتكاليف البشرية، يعني خسروا على الأرض وخسروا أسلحة وذخائر، يعني أنفقوا الكثير، لماذا بعد كل ذلك وحتى دفعوا رصيدا سياسيا دول التحالف قرروا أخيرا يعني إيقاف معركة الحديدة؟ ما هي الأسباب؟ بداية شكرا جزيلا لقناة الرافدين الذي تخصص وقتا كافيا لمناقشة القضية اليمنية للتعرف بها لدى الإخوة المشاهدين في العراق وفي الوطن العربي، فشكرا لكم جميعا. أهلا وسهلا. للأسف كلما استبشرنا خيرا واستبشر اليمنيون بانفتاح وبعودة المدن التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي إلى حضن الشرعية، واستبشرنا بخطوات التحالف ونقول أنه هناك إن شاء الله في جدية هذه المرة، لأن الحديدة ليس أول مرة، هذه سبق أن حاصروا المدينة ويعني فوجئنا بالأخير أن الحرب توقفت فجأة، والآن انطلقت الحرب في الحديدة ثم توقفت فجأة، وكنت أظن شخصيا أنه تكتيك عسكري، لكن للأسف هكذا تعودنا من التحالف العربي. يبدو أن التحالف العربي
يريد أن يحرر كل مدينة بعد أن يدفع اليمنيون مزيدا من الدماء وإراقة الدماء ويعني انتشار الأمراض وتهجير السكان من المدن، ولا بمقدورهم يعني دول كبرى مثل السعودية والإمارات، وأنا كنت من المرحبين بالتحالف العربي مطلع في شهر مارس 2015، لكن عندما انحرفت البوصلة للأسف الشديد أصبحت الحرب في اليمن يعني أول انتصارات بالتقسيط من قبل التحالف العربي. عندنا جيش وطني قوي جاهز في كل الجبهات من ضمنها جبهة الحديدة، والناس تفاعلوا حقيقة وتغيرت يعني النظرة عن سوء نية التحالف في الفترة الماضية في السنتين الماضيتين التي عندما انحرف تماما عن أهداف التحالف التي جاء من أجلها وجاءت عاصفة الحزب، ولكن فجأة نقول أنه توقف، رغم أنه لا يوجد هناك، لست مع الذي يقول هناك ضغوط غربية للأسف الشديد، فهناك أعطي التحالف 3 سنوات و6 أشهر قادر كما قال محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن يحرر أو أن يحرر اليمن من ميليشيات حوثي خلال شهر واحد فقط، ولكن الآن لنا 3 سنوات ونصف. طب لماذا توقفت معركة الحديدة؟ يبدو لي أن كما قلت لك أن هناك يعني لعبة تدار في الخفاء ما بين دول غربية وما بين التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، يريدوا استنزاف أكثر عدد ممكن من اليمنيين سواء من الجيش الوطني من لواء العمالقة أو المقاومة الشعبية. ما المصلحة في استنزاف؟ كانت الإمارات تقول بأننا لن نحرر الحديدة، الهدف من تحرير الحديدة هو الضغط على الحوثي أن يجلس على طاولة الحوار، وليس تحرير الحديدة من أجل اليمنيين وإعادتها إلى حضن الشرعية. وبالتالي يبدو أن هناك لعبة سياسية، نحن أصبحنا محتارين في اليمن من تصرفات التحالف. الحوثي قد وصل إلى أضعف حالاته، لكن بهذه الخطوات نقوي الحوثيين. تصور الآن أن الحديدة هي الخناق الأخير لميليشيات الحوثي التي كانت عن طريق ميناء الحديدة تهرب الأسلحة تحت مسمى المواد المعونات الغذائية ويهرب الحشيش والمخدرات للحوثيين يبيعها في الأسواق. فعلا كان الخناق الأخير، والحوثي قد حشد لها وحصلت فيه يعني مجزرة كبيرة في حق ميليشيات الحوثي، واستبشرنا خيرا وفجأة يتوقف. لماذا؟ لا ندري، لأن القرار ليس بيد الشرعية إنما بيد التحالف العربي للأسف الشديد. إذا ما كانت الحديدة هي الخناق الأخير على الحوثيين كما تفضلت، هذا كلامه قد يكون فيه نظر لبعض المراقبين على الأقل، سأعاود طرح هذا الموضوع معك، لكن دعني أذهب إلى لندن مع محمد جميح. هل إيقاف معركة الحديدة سيد محمد برأيك يعود إلى رؤية رأتها الدولتان السعودية والإمارات، أم إلى ضغوط خارجية مورثت على دول التحالف العربي وتحديدا السعودية والإمارات؟ أحيي ضيفيك الكريمين وأحيي المشاهدين. في الواقع المعركة في الحديدة هي معركة متشابكة فيها العامل الداخلي والعامل الإقليمي والعامل الدولي، وبالتالي لا أعتقد أننا بصدد تبسيط الأمور بأن نقول أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا تريد الحسم في الحديدة لسبب بسيط، وهو أن هذه الدول تستنزف كثيرا ماديا وسياسيا وإنسانيا كذلك في اليمن، وبالتالي لا تصور أنه من مصلحة هذه الدول أن تطول أن تطول المدة. لكن أنا أقرب إلى الميل إلى الخيار أو إلى الطرح الذي يقول بأن هناك ضغوطا مهولة، وبالفعل يعني معظم وكالات الأنباء أشارت إلى ضغوط، ومعظم المراقبين أشاروا إلى ضغوط مارستها المملكة المتحدة هنا في لندن. زار وزير الخارجية البريطاني، زار المنطقة والتقى بالمسؤولين في دول التحالف. ضغوط مقابل ماذا محمد؟ ضغوط مقابل ماذا؟ ضغوط يعني ضغوط على دول التحالف من أجل وقف معركة الحديدة فقط، يعني وقف معركة الحديدة لمجرد إيقافها، أم ثمة مثلا يعني نوع من الإغراءات يمكن أن تقدم دول التحالف نظير هذا الإيقاف؟ لا، هم طبعا استغلوا قضية مقتل جمال خاشقجي رحمه الله للضغط على السعودية تحديدا فيما يخص الوضع اليمني، ويريدون من خلال كما طرحوا المسؤولين هناك تهيئة الأجواء وقف المعركة بالحديدة للذهاب إلى مائدة المفاوضات في السويد.
طبعا لا ننسى ان المبعوث مارتن جريفيث هو مبعوث بريطاني، وبالتالي يهم البريطانيين ان ينجح مواطنهم في هذه المهمه. كما لا ننسى ان الملف اليمني في مجلس الامن الدولي هو بيد البريطانيين الذين يتبنونه والذين لكن معذرة محمد، يعني رواية التحالف العربي، رواية التحالف العربي تركز على ان هذا الايقاف جاء مقابل تسليم الحوثيين للمدينة ومينائها، مدينة الحديدة وميناء الحديدة. لم يصدر عن التحالف العربي تصريح رسمي بهذا الشأن، ولكن هناك من بعض المحللين الذين طرحوا بعض التسريبات هنا وهناك، والأمريكان اليوم تحدثوا عن، أو البارحة بالأحرى، تحدثوا عن إمكانية أن تتسلم مدينة الحديدة أياد محايدة أو إدارة محايدة. وفي الحقيقة هذا الطرح كان طرحا للتحالف العربي والحكومة الشرعية قبل عامين، عندما اقترح التحالف العربي على الأمم المتحدة أن تدير الميناء، لكن الأمم المتحدة في حينها رفضت ذلك العرض بحجة أنه ليس لديها الإمكانات اللوجستية والأمنية التي تؤهلها لأن تدير الميناء. لكن بالعودة إلى الإغراءات التي ربما طرحت على الأطراف المختلفة، هي ضغوط أكثر منها إغراءات. وأيضا بالنسبة للجانب الحوثي، ربما حصل على بعض الوعود أن يسافر عدد من الجرحى من الحديدة، ربما أيضا زيارة مبعوث الأمين العام مارتن جريفيث إلى صنعاء أمس في موقف ربما جوي كبير، عدد من الطائرات ربما جاءت لنقل بعض الجرحى ولي يعني نقل الوفد الحوثي. ربما أيضا جاء عرض مارتن جريفيث أن يسافر مع الوفد الحوثي إلى عمان بالطائرة ذاتها من أجل أن يعطي مزيدا من التطمينات الحوثيين إلى أنهم لن يمسهم سوء. طيب، حينما يتوقف القتال، وهنا أسأل خالد الآنسي، حينما يتوقف القتال بهذه الطريقة المفاجئة وبهذا التوقيت، الحديث عن المستفيد، من المستفيد من هذا التوقف بهذه الطريقة وهذا التوقيت سيد خالد؟ شكرا جزيلا لك ولضيفيك الكريمين. أنا أعتقد أن احنا نحتاج أن نتحدث عن المتضرر. المتضرر هنا هو الشعب اليمني، الشعب اليمني الذي يعبث بدمائه وأرواحه منذ 4 سنوات. يعني طبعا الأخي محمد جميح مع تقديري لما طرحه يتحدث حول ضغوط غربية يعني على السعودية وعلى الإمارات من أجل وقف معركة التحالف. الآن إذا سلمنا بما يقول أن هنالك ضغوط لوقف معركة التحالف في الحديدة، من الذي ضغط على التحالف ليوقف المعارك في تعز، في صنعاء، في كثير من الجبهات؟ أنا أعتقد هنالك حقيقة تداخل في الأجندات، هنالك أجندة التحالف وهنالك الأجندة الدولية أو الغربية. أجندة التحالف للأسف ليست لتحرير اليمن، أجندة التحالف هي لتقويض اليمن ولضرب التغيير في اليمن، لمنع قيام دولة يمنية حقيقية. وهذا المشروع ينفذ منذ أن بدأت المبادرة الخليجية في 2011 لإنقاذ النظام المخلوع السابق الذي ثار عليها اليمنيين في 2011، وما تلا ذلك من خطوات. نحن علينا أن نتذكر أن الحوثيين وصلوا إلى صنعاء بتمويل سعودي إماراتي، أن الإنقلاب تم أساسا بتمويل سعودي إماراتي. إذا كان اليمنيين اعتقدوا أنه بعد وفاة الملك عبد الله ووصول الملك سلمان إلى الحكم أنه هنالك حدث تغير في السياسة السعودية، وكلنا كنا نتوقع أن يكون هنالك تغير، لكن الممارسات التي حدثت فيما بعد أثبتت أنه لم يكن هنالك تغير جذري وحقيقي، وإنما فقط خالد تم لو أذنت لي، يعني الشعب اليمني يعني يكاد يتفق الجميع أن الشعب اليمني في كل الأحوال هو خاسر لا شك، لكن عندما تطلق معركة الحديدة ويكون الهدف منها هو انتزاع المدينة والميناء كمتنفس وحيد للحوثيين الذين هم ذراع إيران كما يقول اليمنيون ودول التحالف العربي، عندما توقف المعركة بهذه الطريقة وبهذا التوقيت، لابد أن ثمة مستفيد وثمة خاسر في هذا ميزان الربح والخسارة، من المستفيد ومن الخاسر برأيك؟ عشان نقيم الوضع وما هو الهدف من معركة الحديدة، علينا أن نعود إلى تصريحات المسؤولين عن المعركة. نحن نعرف أن معركة الحديدة المسؤول عنها الإمارات، والإمارات كانت واضحة من ضمن من البداية أنها تتحدث أن معركة الحديدة الهدف منها الضغط على الحوثيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي هذه معارك ليست معارك للتحرير. دماء اليمنيين تستخدم للضغط، مع أنه في حقيقة الأمر أنا لم أعد على الصعيد الشخصي مقتنع أن السعودية والإمارات تريد أن تقضي على
ميليشيات الحوثي، هنالك مشروع لتحويل اليمن إلى بلد طائفي على غرار العراق ولبنان، والسعودية والإمارات تتبنى هذا المشروع. أيضا هنالك أجندة دولية تستخدم حرب اليمن لاستنزاف السعودية ولإضعافها، مثل ما حدث في الحرب العراقية الإيرانية عندما استخدمت الحرب لإضعاف العراق قبل تدميره وتسليمه لإيران. أنا أعتقد أن هذا يحدث في السعودية، لكنني كيمني معني بما تقوم به السعودية والإمارات من عبث في اليمن. يعني الأجندة الغربية يفترض أن السعودية والإمارات تدافع عن نفسها، لكن أن نتحدث أيضا عن ضغوط على السعودية الوقت معركة الحديدة، ونحن نرى ترامب يدافع عن محمد بن سلمان في قضية مقتل خاشقجي وبشكل مبتذل. يعني إذا كانت السعودية الآن اشترت الصمت الأمريكي في جريمة خاشقجي، طيب خالد يعني أرجو المعذرة، عندما تتحدث المنافذ الإعلامية المحسوبة على دول التحالف عن ضرورة تسليم الحوثيين لمدينة الحديدة ومينائها بشكل منطقي وموضوعي، هل هذا الطرح يحمل وجاهة سياسية وعسكرية في هذا التوقيت؟ هذا أيضا هذا الطرح خطير. الطرح أنه تستسلم مدينة الحديدة للطرف الثالث، معنى ذلك تخلي عن القرارات الأممية، تخلي عن فكرة الدفاع عن الشرعية اليمنية. يعني كأن الحرب الآن أصبحت حرب أهلية ما بين طرفين، ويجب البحث عن طرف ثالث محايد يتم تسليمها اليمن أو بعض المدن اليمنية. يفترض أن ترفض الشرعية اليمنية وأن يرفض التحالف هذا الطرح، لأنه يتعارض مع القرارات، ويتعارض مع وجود التحالف الذي جاء من أجل دعم الشرعية، ويتعارض مع حقيقة الصراع، أن الصراع ما بين ميليشيات متمردة إنقلابية نازية عنصرية، هي ميليشيات الحوثي وشركائها في حزب المؤتمر الشعبية العام يعني، وما بين الشرعية والمجتمع اليمني. القبول بهذه الفكرة حقيقة الأمر هي طعنة أخرى من قبل التحالف للشرعية، وإن كانت التحالف أيضا هو من ساهم في الوصول إلى هذا الوضع، لأن التحالف الذي لم يمكن الشرعية أن تتواجد في عدن ولا في المناطق المحررة على مدى السنوات الماضية، أيضا كان من الطبيعي أن المجتمع الدولي والإعلام والمنظمات في نهاية المطاف يعني ترى أن هذه الحرب أصبحت حرب عبثية، وسمحت لأي ضغوط أن تكون لها أثر وأن تكون لها نتيجة. لكن القبول بهذه الفكرة، سواء كان هذا القبول من الشرعية أو التحالف أو المثقفين، هو قبول خطير. نحن الآن نساوي بين الحوثيين وبين الشرعية، ونجعلهم طرفين متساويين، بينما هذه ميليشيات إنقلابية متمردة يفترض أن نسعى كلنا إلى تصنيفها كجماعة إرهابية وإلى ملاحقتها، لا إلى مكافأتها. يعني طيب وضحت الفكرة، لكن السؤال هو سيد صالح الآن، إلى أي مدى يمكن الحوثيين بغض النظر عن القراءة في الواجهة السياسية والعسكرية كما تحدث خالد من أمستردام، إلى أي مدى يمكن الحوثيين أن يقبلوا بهذا الطرح، يسلموا المدينة ومينائها إلى طرف ثالث؟ أنا دائما أقول بأن الحوثي لا ولن ولم لا يمكن أن يسلم السلاح، لا يمكن أن يسلم السلاح ولو بقي معه حتى قرية صغيرة داخل عاصمة صنعاء أو حي صغير في العاصمة صنعاء. هذه جماعة إرهابية إنقلابية تربت وربت أبنائها على حمل السلاح، فجروا بيوت الله، فجروا المساجد، فجروا دور القرآن الكريم. ما توقع من هؤلاء؟ هؤلاء يا أخي يرمون بشباب اليمن وأطفال اليمن وطلاب المدارس إلى المحرقة إلى المهالك، آلاف مؤلفة قتلوا من هذه الجماعة. وبالتالي هذه الخيارات، وبالأمس أعلنوا بأنهم مع الحوار السلمي ومع يعني أنهم إثبات حسنية، هؤلاء يكذبون كما يتنفسون، لا يمكن لهؤلاء أن يجلسوا. وأنا أبشرك من الآن، صحيح أن أنا قد يقول أنا أنظر نظرة سوداء، لا يمكن أن يجلس هؤلاء على طاولة الحوار مع الشرعية. كيف تجلس عصابة تجلس مع دولة معترف بها دوليا، مع حكومة معترف بها دوليا؟ من معترف بميليشيات الحوثيين؟ لا يوجد أي دولة، حتى إيران هي تسميهم مستضعفين فقط، يعني لم يعترف بهؤلاء أحد، إنما تدعمهم بالسلاح كما تدعم حزب الله، كما تدعم يعني غيرهم في سوريا والعراق. وبالتالي الحوثي لا يمكن أن يسلم الحديدة إلا بالدماء. وأنا أؤكد لك أن الحل في الحديدة وفي بقية المدن اليمن الباقية 20% تحت سيطرة ميليشيات الحوثي لن تسترجع إلى شرعية إلا بالحسم العسكري. والأيام بيننا، هؤلاء لا يعرفون، لو كانوا حزب موجود في الساحة ومؤسس ورسمي ومعترف به ممكن نتحاور معه، كما كان يتم التحاور مع المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم آنذاك يعني، أو هي حزب آخر. أما هذه عصابة ميليشاوية إرهابية تعمل كجناح مسلح لإيران، تتلقى أوامرها من إيران، لن تسلم
ولا يمكن أن تتنازل عن شبر واحد فقط وتستخدم كل أساليب. الآن يعني قبل يومين جاءنا خبر بأن هناك يعني أخذوا 8000 سجين من اليمنيين في العاصمة صنعاء، أخذوهم إلى الحديدة، نخشى أن يستخدموهم كدروع بشرية أمام ضربات الجيش الوطني وقوات التحالف العربي كما حدث في مدن أخرى. هؤلاء لا يرحمون صغيرا ولا كبيرا، وبالتالي الحسم العسكري في اعتقادي وهو ما سيكون هو الحل مع هذا الجماعة. الحسم العسكري الذي لا يبدو أن له هوى لدى المسؤولين الدوليين الذين يدندنون حول فكرة إطلاق محادثات ومرشحة لأن تستضيفها السويد. سنبحث هذا الموضوع بعد العودة من فاصل. نذهب إلى فاصل قصير قبل العودة لمتابعة الحديث. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن تطورات الأزمة اليمنية. وسريعا أذهب إلى لندن مع محمد جميح. يعني الآن هناك تركيز دولي تقوده الأمم المتحدة محمد بشأن إطلاق محادثات تسوية سلام أي شيء بين الجهتين، ما الجديد في هذه الدعوة هذه المرة برأيك؟ طبعا يمكن القول أنه لا جديد. جريفيث في صنعاء جمع الأطراف إلى السويد من أجل إجراءات بناء الثقة. هذه الإجراءات اتفق عليها في جنيف في مدينة ديال بسويسرا في ما يسمى بجنيف 2. تم الاتفاق على إطلاق الأسرى والمعتقلين، على رفع الحصار عن فايز، فتح ممرات إنسانية، تشكيل لجان أمنية وعسكرية وغير ذلك من إجراءات بناء الثقة قبل عامين أو أكثر. لكن وكان أيضا يشترط أن لا تذهب الأطراف المختلفة من شرقية وانقلاب إلى الكويت في حينها إلا بعد أن تنفذ مسألة الإجراءات بناء الثقة، حتى تتخلى أو حتى تكون لقاءات الكويت مفرغة ومتفرغة للحل السياسي. لكن ذلك لم يحدث وذهبت الأطراف إلى الكويت. لكن هناك تطورات يعني محمد، هناك تطورات يعني عملية عندما يعني دول التحالف تعلن بأنها من باب تقديم الثقة أو حسن النية للطرف الآخر أوقفت المعركة، ومن جهتهم الحوثيون أعلنوا عن إيقاف إطلاق الصواريخ إلى السعودية وإلى الإمارات. ألا يكفي هذا للتعبير عن أن هناك شيئا جديدا في ما وراء الستار؟ لا، ما هو نفس الإجراءات الماضية التي كانت في جولة جنيف. كان هناك وقف لإطلاق النار على الأقل معلن أو نظري، لكن كان هناك بعض الخروقات. تذهب الأطراف إلى السويد مع وجود وقف إطلاق النار، لكن هل سيكون هناك اتفاق؟ لك أن تتصور مدى صعوبة إنجاز اتفاق على المستوى النظري في الكويت إذا كانت الصعوبة كبيرة في مجرد لأم الأطراف حول مائدة المفاوضات. وإذا تصورنا هاتين الصعوبتين، فكيف يمكن أن نتصور أن الاتفاق إذا ما أنجز، كيف يمكن أن نتصور أنه يعني سينزل على الأرض وسينفذ على الأرض؟ أنا أقولها بكل وضوح وبكل صراحة، نحن جاء الحوثيين نتعامل مع جماعة دينية لا سياسية، ويخطئ المجتمع الدولي والعالم العربي إذا نظر إلى هذه الجماعة على أساس أنها جماعة سياسية. هي جماعة دينية لا تؤمن إلا أن السلطة من حقها على أساس ديني واضح. هناك شرط أساس من شروط تولي السلطة في اليمن عند هؤلاء هو شرط الانتساب للبطنين كما يسمونه. أيضا مبدأ آخر هو مبدأ الخروج بالقوة، ولذلك هم لديهم السلاح ولديهم هذا الأساس النظري، ولا يمكن أبدا لكائن من كان أن يلزمهم إلا إذا كانت القوة، لأن هذه ليست جماعة سياسية إنما جماعة دينية. ثم إنهم سيذهبون إلى السويد، فلنفترض أنهم اتفقوا على نقاط محددة. نحن منذ 2004 إلى حد الآن
والحوثيون دخلوا مع نظام السادات في حروب، ودخلوا مع القبائل في حروب، ودخلوا بعد النظام صالح في حروب أخرى إلى حتى هذه اللحظة. وفي كل مرة وفي كل منعطف يوقعون اتفاقا. الشرط الأساس في هذا الاتفاق هو تسليم أسلحة الدولة. لم يسلموا مسدسا واحدا منذ 2004 حتى هذه اللحظة. كيف يمكن أن نتصور أنهم ممكن أن يسلموا الصواريخ البالستية حتى وإن قدم لهم شرط أو ضمان بأن يكونوا جزءا من حكومة؟ هم لا يريدون أن يكونوا جزءا من حكومة، هم يريدون أن يكونوا الحكومة، أو على أقل الاحتمالات يريدون أن يكونوا أو أن يشكلوا ما يشكله حزب الله اللبناني في لبنان من الثلث المعطل الذي له حق الفيتو في أي قرار تتخذه الحكومة اليمنية. إذا ضمنوا أن تكون هناك حكومة بهذا الشكل بأن يكونوا جزءا منها وأن يكونوا جزءا نافذا، فإنهم سيوافقون، وهذا هذه الضمانة لن تكون إلا بأن يكونوا جزءا من الحكومة وأن يظلوا محتفظين بأسلحتهم. ما عدا ذلك لا يمكن أبدا. العرب يعرفون، على الأقل العرب الإقليميون واليمنيون في الداخل يعرفون، وبالتالي هذه المفاوضات في الأمم المتحدة هي مجرد ترحيل الأزمة. نحن نعرف بأن الأمم المتحدة لا تحل الأزمات، وإنما تساعد إدارة الأزمة وترحيلها إلى قادمات الأيام والسنوات حتى تنضج ظروف دولية معينة تكون ملائمة لمصالح الدول الكبرى في هذا البلد أو ذاك، ثم يحضر الحل الذي يعطى مظلة دولية عن طريق الأمم المتحدة. وفي الحقيقة أن الحل الناجز في أي بلد يكون باتفاق بالقوة الدولية وليس عن طريق إدارة طيب. المتحدة التي تشكلت بالعراق. لكن الآن الأمم المتحدة يبدو أنها شاغلها الأكبر هو جمع الطرفين، جهتين المتحاربتين، على طاولة مفاوضات، ثم بعد ذلك يتم إنضاج حل بطريقة أو بأخرى من خلال الضغط على طرفي الصراع. أريد أن أسأل خالد عن فرص إطلاق محادثات في السويد في ظل رغبة دولية متزايدة تسبق ما يمكن أن يقال أن الأمم المتحدة ربما تستعد خلال أسابيع إذا ما استمر القتال لإعلان أكبر مجاعة إنسانية في التاريخ المعاصر. ما فرص إطلاق هذه المحادثات في ضوء هذه المعطيات؟ يعني بس أعرج على نقطة في البداية، أنه علينا أن نفهم بشكل جيد أن حركة الحوثي أداة متعددة الاستخدامات. يعني حركة الحوثي لم توجد فقط من أجل تقويض اليمن وتحويل اليمن من بلد متجانس إلى بلد متناحر على أساس طائفي ومذهبي. يعني نحن نعرف أن الأمريكان من وقت مبكر منذ أيام حروب صعدة وهم يصنعون هذه الحركة ويرعونها، ولذلك لن يفرطوا بها بسهولة، ولذلك رأينا الأحداث أنها تثبت ذلك. في نفس الوقت أيضا السعودية والإمارات أرادت أن تستخدم هذه الحركة لمحاربة التغيير في اليمن، لإجهاض قيام دولة يمنية ديمقراطية حقيقية، وتتناسى وتغفل أن هذه الحركة تعد غربيا وتعد أمريكيا لكي تكون واحدة من وسائل تقويض السعودية وتقسيم السعودية على المدى البعيد، مثل ما حدث مع العراق تماما. السيناريو يتكرر يعني. ولذلك أيضا علينا أن نتعامل مع حركة الحوثي كجماعة دينية ولا كجماعة سياسية. أنا أتفق مع أخي محمد جميع أنها ليست جماعة سياسية، ولكني أختلف معه في القول أنها جماعة دينية. هي ليست جماعة دينية، هي جماعة عنصرية فاشية نازية تتبنى أفكار عنصرية ونازية وتحظى بدعم وتأييد، ولذلك نجد أن أمريكا وقفت ضد توصيف هذه الجماعة بالحركة الإرهابية، دعمتها ومكنتها وفرضتها في أن تدخل إلى مؤتمر الحوار بسلاحها. سياسة أمريكا واضحة في هذا الأمر، لكن هي مشكلتنا في التحالف العربي اللي يفترض أنه لكن أمريكا أفسحت المجال. عفوا خالد، لكن أمريكا أفسحت المجال أمام السعودية لضرب وإنهاء الحالة الحوثية خلال 4 أعوام. هي حقيقة الأمر أمريكا لم تستهدف ضرب وإنهاء الحوثيين، وإنما استهدفت استنزاف السعودية بهذا الحرب. والسعودية الآن لديها أجندة سيئة، لأنها سيئة النية وتريد أن تستخدم الحوثيين لتقويض اليمن وتقويض الديمقراطية في اليمن ومحاربة التغيير في اليمن وضرب ما يسمى الإخوان المسلمين أو حزب الإصلاح. هي الآن تدفع ثمن مكرها وكيدها باليمنيين. لدى السعودية أجندتها والإمارات، ولدى أمريكا وبريطانيا أجندتها من استخدام الحوثيين، مثل ما كان الرئيس المخلوع صالح لدي أجندته في استخدام الحوثيين لضرب الجيش الوطني وابتزاز اليمن على أساس طائفي لإحداث موازنة معينة، وانتهى
طيب. يعني على يد هذه الحركة. أيضا السعودية تلعب نفس اللعبة وتنتهي بالميليشيات الشيعية التي تحوطها من كل مكان والتي صار أيضا خلاياها داخل السعودية. هنالك طيب. عبث. ولذلك أنا أقول أن حتى الحرب التي تتم في اليمن هي حروب لتأهيل هذه الحركة لكي تخوض حروب أكبر. ونلاحظ طيب. أن هنالك فعلا تعاطي غربي لك أن تبقى هذه الحركة وتتقوى وتتحول إلى شبيه بحزب الله في اليمن. ومن يساعد هذا للأسف هي ممارسات التحالف، ممارسات سنتابع معك سنتابع معك ومع بقية الضيوف يعني مآلات هذا الوضع. لكن في المحور الثالث قبل ذلك صالح، يعني اليمنيون يموتون جوعا، يعني يتضورون جوعا ويموتون في الشوارع. يعني محادثات التسوية هي حاجة على الأقل لتقليل القتل، لتقليل الجوع، لإيجاد حل إنساني لإنقاذ اليمنيين. لكن الحديدة، معركة الحديدة أو إيقاف إطلاق النار في الحديدة يبدو هش، يعني تجدد القتال مرة أخرى ثم أوقف. في ظل هذه الهشاشة، هشاشة الوضع وتجدد القتال بين الفينة والأخرى في الحديدة، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على فرصة حقيقية لإجلاس الأطراف على طاولة المفاوضات؟ شوف، الغرب للأسف يعني كلما زاد الحصار والخنق على الحوثيين يخرج ويتكلم ويطالب بوقف الحرب من أجل الوضع الإنساني. أين أنت الغرب الآن منذ 4 سنوات؟ لكن الحوثيين ليسوا محاصرين الآن. الحوثيين يحاصرون اليمنيين. المناطق التي تحصلتها الحوثي الآن حوالي 9 محافظات، أي ما يعادل 20% من مساحة اليمن، وهي الكثافة السكان الكبيرة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. أكثر جوعا يعني سنتين الآن، الموظفون بدون رواتب، الأطفال في مناطق سيطرة الحوثي، ورأيتم في الصور يطبخون أوراق الشجر ويأكلون أوراق الشجر. يا أخي هذا ما كنا نعرفه في اليمن، أن اليمني وصل حال أنه يطبخ أوراق الشجر من الجوع. يعني حتى المواد الغذائية، المعونات الغذائية 80% تأتي عبر ميناء الحديدة من العالم إلى اليمن، تأخذها ميليشيات الحوثي للمقاتلين في الجبهات، ويقول لها واليمنيون يأكلون التراب. يعني حتى الموارد الموجودة والضرائب في هذه المناطق كلها مع ميليشيا الحوثي لدعم الجبهات. يعني حتى رؤوس الأموال هاجرت، المدارس غلقت، أكثر من 300 يعني مدرسة دمرت، أكثر من 2 مليون طفل الآن خارج التعليم. يعني 75% إلى 80% كما قالت المنظمة المتحدة، اليمنيون تحت خط الفقر. يعني وضع مأساوي، مليون بني آدم يعني مهددون بمرض الملاريا يعني أو الكوليرا في اليمن. إذا وضع سيء، لا هم الذين انتشلوا اليمن وحققوا نصرا على التحالف أو الغزاة كما يسمونهم أو الدواعش كما يسمونهم، ولا هم الذين ريحوا الشعب اليمني وأغدقوا على الشعب اليمني مما يأكلون. أكثر الناس الآن راحة وغدقا هم قيادة ميليشيات الحوثي الذين يهبون القصور والفلال والأموال ويهربون أبنائهم إلى الخارج ويرمون بأبناء الشعب اليمني إلى التهلكة. لا يمكن أن تتوقف هذا المرض وهذا الوضع الإنساني إلا إذا وجد تحالف عربي صادق مع الشعب اليمني، وهو قادر أن يحسم معركة، عنده أفضل وأحدث الأسلحة. إذا وجدت نية صادقة عند التحالف العربي بتحريك جبهة تعز وجبهة نهم. يا أخي نهم الآن على أبواب صنعاء، تعرف أن نهم الآن صنعاء على بعد 50 كيلو إلى 30 كيلو من 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 نهم. يعني مدافع الشرعية تستطيع أن تضرب ميدان 70 وسط العاصمة صنعاء، لكن هناك في خط أحمر من قبل التحالف بإيقاف جبهة نهم وإيقاف جبهة تعز، رغم أن الحديدة هي على الساحل مع تعز. طب لماذا وقفتم مدينة تعز؟ في يعني أصبحنا محتارين. ما الذي يريده التحالف؟ الحوثي معروف، عدو معروف، جماعة إرهابية طائفية عنصرية، قل فيها ما شئت. الشعب اليمني يعرفها، وأصبح الشعب اليمني ينبذها في كل مكان. والله لو وجدوا تحالف صادق وحكومة شرعية قوية تسبح يعني يركنون إليها ويعتمدوا عليها لانتفضت المدن، في كل المدن وأولها العاصمة صنعاء. لكن يعرفون أن هناك تحالف ضعيف يعني متواطئ للأسف الشديد، وشرعية ضعيفة قرارها بيد التحالف العربي. والتحالف العربي هو كما قلت لك الانتصار عنده بالتقسيط.
هو يظن يريد إنهاء الشعب اليمني، يريد القضاء على بعض الجماعات المسلحة أو الجيش الوطني، ولكن صعب أنك تقضي على جيش وعلى أمة. أشرت حقيقة أشرت إلى نقطة مهمة أريد أن أبني عليها لأسأل محمد جميح في لندن، يعني قال لك إن اليمنيين لا يحركون ساكنا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يحركون ساكنا لأنهم لا يرون تحالفا صادقا ولا يرون حكومة قوية. هذا الوضع إلى أي مدى يمكن أن يطمع ويغري الحوثيين بعدم الذهاب إلى محادثات تسوية مفترضة في السويد؟ وفي الحقيقة يعني المناطق المحررة للأسف الشديد لم تقدم نماذج جيدة للمنطقة المحررة حتى يحتذى بها، لم تكن أمثلة يحتذى بها من قبل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. لو أن عدن قدمت كنموذج لعاصمة مؤقتة تحظى بالأمن والأمان وتحركت عجلة الاقتصاد وأصبحت أوضاع الناس في عدن أكثر تحسنا مما كانت عليه في الماضي وأفضل من أوضاع المواطنين في صنعاء لربما تحفز الناس، لكن هذه نقطة مهمة. والنقطة الأخرى أيضا أن الناس لا يمكن كمجتمع مدني أو حتى كقبائل لا يمكن أن تثور ضد الحوثيين ما لم تضمن أن ظهرها إلى 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 ركن شديد إنجاز التعبير، لكن هذا غير متوفر الآن. نحن رأينا أنه في أكثر من فرصة من الفرص كان المواطنون ينتفضون ضد الحوثيين. عندما انسحب الحوثيون من عدن ومن الجنوب في ذلك اليوم انتفضت 15 مديرية في محافظة إب وطرد المواطنون أنفسهم، طردوا الحوثيين، وكذلك انتفضت بنو مهر والحيمتان وأرحب في العاصمة صنعاء ذاتها وكثير من المدن، وحصل تقدم كبير في تعز. لكن بعد ذلك عندما توقفت شخصية السابقة للأسف الشديد ذلك أدى إلى تراجع، ورجع الحوثيون إلى الذين انتفضوا ضدهم وعانوا منهم الأمرين. أنا الآن أشبه هذه الحالة بحالات الحروب الست السابقة التي كانت في صعدة. كانت الحكومة عندما تستعر الحرب أو إحدى جولات الحروب الست يتقدم الجيش، ثم بعد ذلك إلى أن يصل الجيش اليمني إلى نهاية المعركة إلى حسمها النهائي، لم يبقى شيء، تأتي الأوامر بالتراجع، ثم بعد ذلك توقع اتفاقية هدنة، ثم بعد ذلك ينقض الحوثيون على القبائل التي أيدت الجيش، وهكذا في كل مرحلة من مراحل الحرب إلى أن شعر الناس بصعدة على سبيل المثال بأنهم تركوا بلا نصير فتحولوا مع الحوثيين. وهذا لا يعني أنهم مقتنعون بالمشروع الحوثي، ولكن لأنهم لم يجدوا المشروع البديل. أخي العزيز، نحن في اليمن ليس لدينا شرعية قوية، ولدينا علاقة نكدة بين الشرعية وبين التحالف، ولدينا أيضا شكاوى كثيرة من الأخطاء الكبيرة التي تحصل بالطيران وغيرها من الممارسات. كل ذلك جعل اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يقلقون على حياتهم فيما لو أنهم هموا بالخروج ضد الحوثيين. طيب. وإلا فإن اليمني في صنعاء حتى قبل أن تدخل التحالف العربي خرجت المظاهرات من قبل طلاب جامعة صنعاء، ورأيناها في شوارع الزبيري وشارع تعز وغيرها من الشوارع ضد الحوثيين قبل أن تدخل التحالف العربي. لكن في ظروف الحرب لا يمكن أن تخرج مظاهرة قوية ضد جماعة وعصابة مسلحة، لأنها ستستغل ظروف الحرب لضرب هذه الجماعة. طيب. إذا نحن أقول بكل تأكيد بأنه لو وجد اليمنيون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي سندا قويا لانتفضوا ولا خرجوا. طيب. يبقى الحديث إذن إلى أين يتجه اليمن؟ هذا ما نريد أن نبحثه بعد العودة من فاصل أخير، نستقبل ما تبقى بعده من الحلقة.
أهلا وسهلا بكم إلى آخر أجزاء حلقة اليوم. خالد، لا يبدو أمام المجتمع الدولي، أمم متحدة، أمريكا، الغرب، إلا الجلوس على طاولة التفاوض. يعني الحل العسكري لم يحسم ولا يبدو أنه سيحسم، ولا يوجد هوى موافق له في ساحات القرار الدولية. إذا ما جلس الطرفان الآن في السويد على طاولة التفاوض، فما الذي يمكن أن يتمخض برأيك؟ عندما نتحدث عن المجتمع الدولي علينا أن نفرق بين دائرتين، الدائرة الاستخباراتية والرسمية، وهذه كثير منها لديها أجندات من هذه الحرب وتسير بالحرب على نحو معين، حتى بهذه التناقضات وبالسياسة الموجودة، يعني سواء متعلقة بمناهضة التغيير في المنطقة العربية أو أجندة ابتزاز المنطقة وجعلها سوق من أسواق السلاح. وهنالك المجتمع الدولي بمعنى المجتمع المدني، منظمة حقوق الإنسان، الرأي العالمي، هذا لا شك أنه مثل اليمنيين يرغبون في إنهاء الحرب وإنهاء مأساة اليمن وكارثته. والإشكالية الآن أن المجتمع الدولي بسبب ممارسات التحالف الذي لم يوجد النموذج في المناطق الذي يقول أنه سيطر عليها، لم يمكن الشرعية، بل قدم أداء أسوأ من أداء الحوثيين، لا شك أنه خدم يعني بهذا الموقف الأجندات الدولية الاستخباراتية التي تريد أن تحافظ على حركة الحوثي وتبقيها وتستخدمها، مع أن هذه الحركة أضعف من أن تصمد. نحن نعرف أنها عجزت عن إسقاط دماج لولا أن أتى الضوء الأخضر السعودي للسلفيين بمغادرة دماج، ولولا مساعدة نظام الرئيس المخلوع صالح لهم في إسقاط دماج، وقد عجزت عن إسقاطها على مدى 3 أشهر. بالتالي حركة الحوثي ليست بالحركة الصعبة التي يمكن أن تصمد أمام هذه الجيوش، بل حتى على المستوى المحلي إشكاليتها أن التحالف هو الذي يعبر، عندما نعلم أنه مثلا جبهة نهم التحالف لا يعطيها ذخائر لكي لا تتقدم إلى صنعاء، بل أنه بعض المحاولات التي حاولت جبهة نهم أن تتحرك نحو صنعاء أو في بعض جبهة المخا قامت طائرات التحالف لقصف المقاتلين. لا شك أن هذا أيضا أوجد لدى اليمنيين إشكالية، ما الذي يريده التحالف؟ يعني الناس تريد أن تواجه الحوثيين لكن لا تريد أن تذهب إلى محارك تكون محارك لليمنيين. القضية الرئيسية الآن الذي يفترض بالمجتمع الدولي، الذي الضغوط التي تمارس من أجل إيقاف الحرب، يفترض أو أنا أقول يفترض أن تتجه الضغوط نحو رفع وصاية السعودية والإمارات على اليمن، تحرير الشرعية اليمنية من الهيمنة السعودية والإماراتية، وأن يتم الانتقال من دعم الشرعية عبر السعودية والإمارات إلى دعم الشرعية بشكل مباشر وتمكينها من أدوات. ألا ترى أن هذا الكلام أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع؟ هو ليس أقرب إلى الخيال، أيضا الشرعية اليمنية إذا تمردت على الوصاية السعودية وبحثت عن شركاء آخرين، اليمن بلد مهم وفيه كثير من الثروات وفيه كثير يعني من المصالح، من الذي يمكن أن يقبل بشراكة شرعية يمنية لا تملك من أدوات القوة شيئا، وشعب بالملايين تحت خط الفقر ومهددون بالمجاعة؟ قضية الشرعية وهي مسألة مهمة جدا يعني، وأيضا القضية المعادل الآخر في المسألة أن الشعب اليمني يرفض ميليشيات الحوثي وأصبح لديه إشكالية كبيرة مع الميليشيات بسبب الجرائم التي قامتها، وبالتالي هذه الشرعية قوية ولكن مشكلتها أنها تنقصها الإمكانيات المادية واللوجستية التي تسمح لها بالتحرك في مواجهة هذا الميليشيات سواء سياسيا أو عسكريا. هي سياسيا لم تستطع أن تتحرك لأن هنالك كان من يعبث، وقد رأينا كيف تم العبث في السابق. الآن القيادات الحوثية، قيادات الإنقلاب، يحولها التحالف السعودي والإمارات إلى قيادات مقاومة ومتمردة على الشرعية. طيب، في نفس الوقت واضح رأى جماعات قيادة متمردة على الشرعية. أرجو المعذرة، لم يبقى لدي وقت. يعني واضح أن هناك ضغطا غربيا مورس على التحالف لوقف القتال. هنا أريد أن أسأل محمد جميح حتى أختم هنا معي في الاستديو. محمد، لو أرجو الاختصار بالإجابة من فضلك، يعني هل يمكن هذا الضغط الذي مورس غربيا على دول التحالف لوقف القتال، هل يمكن أن يتطور ليتحول إلى ضغط على الشرعية لتقديم مقاربة ما، تنازل ما، تحقيقا للسلام في اليمن في مفاوضات السويد؟ طبعا أنا أقول بكل وضوح بأن أي تنازل، أي وقف لإطلاق النار، أي إنهاء الحرب يخفي السلاح في يد الحوثيين، فإن اليمن والسعودية والمنطقة ستكون إزاء حالة لبنانية في اليمن، وهي الحالة التي تكون فيها جماعة مسلحة شريكة في الحكم ولديها سلاح
وتتحكم بمصير المنطقة. لدى إيران في شمال الجزيرة العربية حزب الله، وسيكون لديها الحوثيون. الغرب ربما يضغط في هذا الاتجاه، لكن لا ينبغي للسعودية ولا للإمارات أن تأخذ مصيرها من خلال ما يؤدي به المسؤولون الغربيون مهما كانت الضغوط، لأن هذه أنت لا تتحدث عن تنازل هامشي، ولكن تتحدث عن مصير هذه الدول وعن تهديد هذه الدول بقبضة إيرانية كبيرة. نرى الآن آثارها في لبنان وفي سوريا. الأمريكان والغربيون يتحدثون عن مشروع طويل الأمد للحل السلمي في اليمن، وهذه نغمة جديدة. هذا المشروع الطويل الأمد الذي طرحت مصادر أمريكية بأنه قد يمتد لسنوات لكي ينتزع سلاح الحوثيين من أيديهم، هذا يعني أنهم يسعون لتثبيت الحوثي ليس لتثبيته مكونا سياسيا، وإنما مكونا سياسيا وميليشاويا في الوقت ذاته. وهذا في تصوري إذا قبل به واليمنيون فإنهم يراهنون ويقامرون بمستقبل دولهم. وضحت الفكرة. يعني صالح، الآن ضغوط غربية تمارس على دول التحالف وعلى الشرعية من ورائهم بطبيعة الحال، من الذي يمكن أن يمارس ضغوطا على ميليشيات الحوثي؟ يبدو أنهم في كل مرة يفلتون من أي التزام ولا أحد يمارس ضغطا عليهم. من المرشح لأن يمارس ضغطا عليهم في هذه المرحلة؟ أولا أنت تعلم أن قرار الميليشيا الحوثي واضح أنه قرار إيراني، يعني إيران تسير الحوثيين بالريموت، هذا شيء مسلم به. الأمر الثاني، الحوثي مرغوب لدى الغرب. أنا أقول الحوثي بين قوسين الشيعة مرغوب لدى الغرب، انظر ما حدث لهم، في مكنوا في العراق ومكنوا في سوريا، ولا يريد لهم التمكين كما قال الزملاء ليتحول إلى حزب الله في اليمن، وأنا أستبعد أن يتم هذا طبعا في اليمن. أنا أقول بأنه صدقني أعطي التحالف العربي والقوات الشرعية 3.5 سنوات أو 4 سنوات، يعني لا توجد ضغوطات ولا يصدر أي قرار دولي ضد السعودية، بل العكس الغرب مستفيد ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات. لحظة، أرجو أن تفسر لي ما أراه تناقضا أو أرجو أن تصحح لي. يعني أنت قلت أنهم أعطوا قوات التحالف ضوء أخضر لإنهاء الحالة الحوثية، ثم تقول بأنهم مرغوبين غربيا، يعني يبدو لي أن هناك تناقض في الحديث. أعطي التحالف العربي ضوء أخضر للحسم العسكري في اليمن، ليس لإنهاء الحوثي كجماعة، أن يبقى الحوثي، ولكن أن يعود الحوثي مثل ما كان أضعف الإيمان مثل ما كان في مدينة صعدة، أن يحافظ على نفسه بعد أن تقوى وقتل علي عبد الله صالح الذي تحالف معه ل3 سنوات سابقة. فالغرب لا يريد القضاء على الحوثي، ولا يريد القضاء على حزب الله، ولا يريد القضاء على نفسه، لا يريد القضاء، وحتى التحالف لا يريد القضاء، ونحن كيمانيين لا نريد الحوثي، هم بالأخير هم يمنيون، نحن مختلفون معهم بأنهم يظنون أنهم هم الأولى بحكم اليمن، وأنهم لابد أن يكون الرئيس من البطن لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالحزبية ولا بالمدى ولا بحزب سياسي مدني ولا بالانتخابات ولا شيء. هذا خلافنا معهم، سلموا السلاح الثقيل ما سرقتموه من معسكرات الدولة للدولة، هذا هو الخلاف. هم لا يعترفون بالرئيس هادي ولا يعترفون بالحكومة. طيب، ورغم اختلافنا معها هذا مفهوم الواقع الآن. الواقع الآن أنه لا يمكن أن يتم الحل في اليمن إلا بالحسم العسكري، لا يمكن القضاء على هذه الجماعة ليصبحوا مواطنين عاديين مثلهم مثل أي جماعة إلا بالحسم العسكري. سيكون الحسم العسكري ولا يوجد مزاج دولي ولا حتى في التحالف لهذا. أنا أقول لإخواننا في الأشقاء في السعودية، أنتم إخوة لنا مع الإمارات، تربطنا بالسعودية حدود، يعني خيرنا هو خيركم وخيركم هو خير، إنصار لنا هو إنصار لكم، نحن أخوة، يعني جزيتم خيرا على ما قدمتموه لليمن خلال الفترة الماضية، احسموا المعركة. الحل صدقني هو بيد التحالف العربي والجيش الوطني والشرعية. الشرعية قرارها مرتبط بالتحالف العربي احتراما وتقديرا لهم، لأنهم قدموا. هل التحالف العربي صاحب قرار مستقر في اليمن؟ أنا على يقين بأن التحالف العربي على عنده قرار مستقر، وبالذات السعودية لأن تملك الأموال والمليارات ما تسكت به الغرب. الغرب يهمه أن يبيع السلاح للسعودية، وأعلنها يعني ترامب، نحن سنبيع السعودية وموعودين الآن ب 110 مليار دولار. الغرب يهمه أن يظل المسلمون يتقاتلون ليل نهار، يعني يتقاتلون يصفوا بعضهم البعض، وبالتالي القرار بيد التحالف العربي والشرعية. نريد شرعية قوية، رئيس قوي يخرج ويتفق مع التحالف، إما أن تقفوا مع اليمن وتنصروا اليمن وتعود الشرعية، وإلا نبحث عن بديل غيركم. أشكرك. وعلى التحالف أن يحترم إرادة الشعب اليمني وأن يكمل جميله كما يقول، بأن يحقق النصر ويساعد الشرعية ويقضي على ميليشيا الحوثية لتصبح
ليصبحوا مواطنين مثلنا مثلهم، نحتكم إلى الدستور وإلى الدولة المدنية وإلى الدولة الضامنة لكل أبناء الشعب اليمني. أشكرك شكرا جزيلا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، التي أشكر في نهايتها صالح الجبري معي في الاستديو رئيس مركز جيني يمن الإعلامي، وكان معي عبر سكايب من أمستردام خالد الآنسي القيادي في الثورة اليمنية، شكرا لك شكرا جزيلا. كذلك الشكر لمحمد جميح من لندن عبر الهاتف عضو مؤتمر الحوار الوطني، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.